جولة مرورية في شوارع القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير عليك يا دين. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير يا منى. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين. صباح الإنجازات والتطور الكبير اللي بتشهده مصر الفترة اللي فاتت دي، وما زلنا في تقدم مستمر إن شاء الله. إن شاء الله دينا طمنين على حالة الجو، ويعني بقول لك أهو لو رجعت لنا الموجة الحارة تاني هتحصل. لا خلاص لا 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 حد يعني جو معتدل جدا. والفترة دي كمان درجات الحرارة بتتراوح من 36 و 35، فطبعا ده يعني بالنسبة لنا في الوقت ده من العام جو معتدل. أنا هاخد عليك ورق ممضي بعد كده وصولات أمانة. بجد تعهدات. تعهدات بين الجو كان الأسبوع اللي فات كان صعب جدا جدا، ما كناش معتدين عليه لأن فجأة درجات الحرارة كانت مرتفعة معدية 40 بصراحة. بس أكيد. يعني الحمد لله احنا الأسبوع ده هنشهد يعني جو معتدل بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وتعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم من محافظة القاهرة وتحديداً من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية دلوقتي مكملة لحد شارع الجيش وصولاً لميدان العباسية. هنفضل ماشيين لتقاطع شارع صلاح سالم، هناك برضو هنلاقي بعض الكثافات البسيطة عند كوبري الجلاء. هنلاقي في كثافات مرورية مكملة لطريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار. لكن عند كوبري الحدايق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري في كثافات متحركة، وكذلك الأمر على كوبري المطارية القادم من الكابلات. لو رحنا الكورنيش النيل اللي جاي من مظلات في كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة لحد وسط البلد. ومكملين معاكم ونروح الجيزة. شارع الهرم حركة السيارات هناك فيه بطيئة، وده بسبب طبعا غلق الطريق في التقاطع مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية. ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. محور 26 يوليو بيشهد في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان كثافة مرورية، لذلك بينصح بسلوك محور رود الفرج. بيشهد كمان الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولاً إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء في تباطؤ في حركة السيارات. في كمان بعض الكثافات على دائري المريوطية المتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولاً إلى ميدان الرماية. ونروح معاكم محافظة المنيا. في سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق. لو مشينا على طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي فيه سيولة مرورية. طريق الشيخ فضل فيه سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة. طريق المنيا مغاغة في بعض الكثافات البسيطة الغير مؤثرة. أما الطريق الصحراوي شرقي في كثافات مرورية بسيطة. ونكمل جولتنا المرورية ونروح محافظة الشرقية، وهطول طريق الزقازيق منيا القمح في سيولة مرورية. طريق الزقازيق الإسماعيلية الزراعي في بعض الكثافات المرورية. أما الحالة داخل المدينة ففيها كثافات مرورية بسيطة في طريق المحافظة والجامعة. كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل طريق الجديد المتجه للمنصورة. الطريق من عاشر من رمضان لمدينة الزقازيق في سيولة مرورية ما عدا بعض التكدسات عند مدخل مدينة الزقازيق. أما الطريق من العاشر المتجه إلى مدينة العبور من خلال بلبيس في حالة سيولة مرورية. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة هناخدكم دلوقتي في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس فيه ارتفاع في درجات الحرارة. الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القارة الكبرى ووجه البحر وسواحل الشمالية الغربية. في نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة وبتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد. في كمان فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، أعلى درجة حرارة تكون في سيوة 42، وأقل درجة حرارة في كاترين 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.